نشكر لكم هذه الوقفة التضامنية الكبيرة مع معتقلي الكادر الطبي الشريف الذي آل على نفسه رغم صعوبة الموقف والظرف إلا أن يسعف الجرحى ويداوي جراحهم وأن ينقذ حياة البعض منهم. فباسمكم جميعا لهم منا كل التقدير والاحترام لما قاموا به من واجب إنساني نبيل، سائلين المولى العلي القدير لهم بالفرج العاجل، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.